تم المزيد من الإجهاد والمطاوعة ستراس أند سترين. الإجهاد، يعرف الإجهاد ستراس بأنه مقدار القوة المؤثرة في وحدة المساحة من الجسم، فإذا أثرت قوة في الجسم محدثة فيه تشوهاً أي تغييراً في الشكل والحجم، نقول أن الجسم قد أجهد، ويقاس الإجهاد بوحدة نيوتن لكل متر مربع، وتسمى هذه الوحدة باسكال. تتبين المواد في أنواع الإجهادات التي يمكن أن تؤثر فيها تبعاً للطريقة التي تؤثر بها القوة في الجسم. فهناك ثلاثة أنواع للإجهاد الطولي وإجهاد قصي وإجهاد حجمي أو جرمي. الإجهاد الطولي longitudinal stress وهو الإجهاد الذي يسبب تشوها طوليا في الجسم كما حدث للنابض، أما الإجهاد الشد tensile stress وذلك حينما تؤثر قوتاه شد عموديا في سطحين متقابلين من الجسم فتسبب له استطالة أي زيادة في الطول كما في الشكل الأول. أما النوع الثاني للإجهاد انضغاط وهو أو stress compressive stress كما هنا في الشكل، حينما تؤثر قوتان عموديا في الجسم باتجاه الداخل فتسبب له انضغاطا أي نقصا في الطول. ويعرف الإجهاد الطولي رياضيا عن نحو التالي: الإجهاد الطولي يساوي مركبة القوة العمودية على السطح قاف عمود على مساحة السطح الذي تؤثر فيه القوة ألف، قاف عمود على ألف. إذن هذا هو الإجهاد الطولي.